خلونا كلنا نكون بنحن نقصنا في صلاة، وبطلب من الفاضل الشيخ ثروت سعيد أن يكون بيطلب بركة الله لنا لأجل الوقت اللي جاي، ويشكر الله لأجل وقت الترنيم والتسبيح. الفاضل الشيخ ثروت سعيد يقودنا في صلاة. كم نشكرك يا أبانا السماوي لأجل رعايتك ومحبتك يا رب. كم نشكرك لأنك سمحت أن نأتي لكي نجتمع معا، لكي تقودنا وتكلمنا، لكي تعلمنا، لكي تعطينا رسالة جديدة. أعطنا يا رب أن نسمع صوتك ونخبئ كلامك في قلوبنا، وأن ننطلق وأن نعمل ونوصل الرسالة للآخرين في كل وقت. نشكرك يا رب لأجل رسالتك من خلال الترنيم. أعطنا يا رب أن دائما نرنم لك بالشكر والحمد، لأن عطاياك بلا حدود. ونشكرك يا رب لكل ما يجرى في البلاد، لجاي تدخلك، لجاي الهدوء والسلام الذي في قلوبنا رغم الصعاب والمتاعب التي تحيط بنا. أعطنا أن نركز يا رب ونخرج ممتلئين من روحك القدوس، ونكون مبشرين دائما. استجيب لنا يا قدوس. آمين آمين آمين. جزء أساسي من طبيعة الحياة اللي احنا بنعيش فيها، إن الحياة بتاعتنا بتنتقل دايما من الفرح للحزن، من الأوقات اللي بنشعر فيها بالرجاء لأوقات اليأس والاكتئاب، الأوقات اللي بنشعر فيها إنه الحياة تعطي لنا بشكل جيد، أو إن الظروف ماشية معنا بشكل رائع، أو أوقات تانية بنلاقي إنه الظروف بتضغطنا، والتجارب اللي بنمر بيها هي تجارب صعبة. ده أمر طبيعي في الحياة. اللي بيفرق بين شخص وشخص إن الجرعة بتاعة الفرح والحزن، في واحد بتبقى عنده الجرعة دي أزيدت من الجرعة دي شوية أو العكس، لكن الواقع بيقول لنا إن كل حد فينا تعرض وبيتعرض لتجارب صعبة في حياته. والنهاردة بنعمة ربنا هتكلم معاكم تحت عنوان تجربة مريرة وإدراكات جديدة. تجربة مريرة وإدراكات جديدة. ونقف قدام كلمة الله في نص من نصوص كلمة الله لمجموعة اتعرضوا لتجربة مريرة. هنشوف ملامح التجربة دي كانت شكلها ايه، ومن خلال الكلمة المقدسة هنشوف ايه اللي أدركوه وهم بيمروا في هذه التجربة. خلونا نفتح مع بعض كتبنا المقدسة على إنجيل ماركوس إصحاح 6. إنجيل ماركوس إصحاح 6، وهقرأ على مسامح حضراتكم من عدد 45 لعدد 51. إنجيل ماركوس إصحاح 6، وهقرأ على مسامح حضراتكم من عدد 45 لعدد لنهاية عدد 51. أرجو أن احنا كلنا نكون بنوقف محضر الله للاستماع لهذه الكلمات. ماركوس 6 من عدد 45 لنهاية عدد 51. تقول الكلمة المقدسة على لسان البشير ماركوس: وللوقت ألزم تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوا إلى العبر إلى بيت صيدا حتى يكون قد صرف الجمع، وبعدما ودعهم مضى إلى الجبل ليصلي. ولما صار المساء كانت السفينة في وسط البحر وهو على البر وحده، ورآهم معذبين في الجسر لأن الريح كانت ضدهم. ونحو الهزيع الرابع من الليل أتاهم ماشيا على البحر وأراد أن يتجاوزهم، فلما رأوه ماشيا على البحر ظنوه خيالا فصرخوا لأن الجميع رأوه واضطربوا. فللوقت كلمهم وقال لهم: ثقوا، أنا هو، لا تخافوا. فصعد إليهم إلى السفينة فسكنت الريح، فبهتوا وتعجبوا في أنفسهم جدا إلى الغاية. يبارك الله لنا هذه الكلمات. اتفضلوا ارتاحوا. الرب يسوع المسيح كان بيعز في البر الغربي من بحيرة جنيسارت ناحية كفر نحوم، ويقول الكتاب المقدس لنا أنه المسيح ألزم التلاميذ علشان يكونوا بيتحركوا، يكونوا بيركبوا السفينة ويكونوا بيتحركوا من البر الغربي للبر الشرقي. وكلمة ألزم بتفيد أنه كان في تصميم،
من الرب يسوع المسيح إنه التلاميذ يكونوا بيتركوا هذا الموضع، بيتركوا هذا المكان، ويكونوا بيتحركوا لمكان آخر بعد معجزة كبيرة أجراها الرب يسوع المسيح في إشباع 5000 نفس. أراد إن هم يكونوا بيتركوا الهتافات، بيكونوا بيتركوا الجماهير، بيكونوا بيتركوا مشهد جميل، مشهد حلو بيستمتعوا فيها، إنه الشخص اللي هم بيتبعوه الناس كلها بتهتف له، وبالتأكيد هم كمان بيلاقوا جزء من المديح والإحساس بالفرح والنصرة وهم بيشوفوا هذا المشهد. وبيأمرهم يسوع أنهم يتحركوا علشان يكونوا بيروحوا للناحية التانية، وهم بيتحركوا بيواجهوا تجربة مريرة، لكن هذه التجربة بيدركوا من خلالها إدراكات جديدة لحياتهم. ترى إيه ملامح هذه التجربة؟ أولاً من خلال هذه التجربة هم اجتازوا ضيقات خارجية. يقول الكتاب المقدس لينا إن هم كانت الريح ضدهم، الريح كانت شديدة والأمواج عالية والريح كانت معاكسة، وكأن الريح عايزة ترجعهم من حيث أتوا. شيء صعب جداً إن احنا نحس إنه رياح الحياة ضدنا أو بتواجهنا، شيء صعب جدا انهم يشعروا انه هم بيتحركوا علشان ينفذوا امر يسوع المسيح، وهم بيتحركوا علشان يعيشوا الوصيه او ينفذوا الوصيه اللي هو طلبها منهم، انهم يكونوا بيلاقوا الريح ضدهم. وفي وسط تعاليم كثيره قوي بتتكلم عن فكره انه لما اروح ليسوع المسيح الحياه هتكون افضل او هتكون احسن او يكون ما فيش مشاكل او ما فيش تجارب فيها. بعض التعليم اللي بنسمعها لما بندخل لعلاقه حقيقيه والعمق حقيقي في علاقتنا مع يسوع ونلاقي ضيقات خارجية، أوقات الأمر بيكون صعب علينا. اجتازوا ضيقات خارجية واجتازوا أيضا آلام داخلية. تخيلوا معايا التلاميذ وهم طول الليل عمالين يتحركوا بيحركوا السفينة طول الليل عشان يقاوموا الرياح اللي بتواجههم، عشان يقاوموا الحرب اللي بتواجههم، الضغط اللي بيواجههم طول الليل. تخيلوا معايا كمية الألم اللي كان في عضلات جسمهم، كمية الإحساس بالتعب بسبب الجهاد طول الوقت لمحاربة التجربة أو الأمر الصعب اللي بيمر بيه. وياريت تقف عند الألام الجسدية، لكنه بالتأكيد كمان كان معاها قدر كبير جدا من الألم النفسي المرتبط بالإحساس بالخوف من بكرة هيجيب إيه، المستقبل فيه إيه، إيه اللي هيحصل بعد شوية، هل هنكون عايشين ولا هنكون ميتين، هل هنفقد أحباء لينا في التجربة دي بسبب أنه الريح ممكن تكون بتقلب السفينة بتاعتنا وتكون بتغرق ناس إحنا بنحبهم ونفتقدهم. لو جت علينا وموتنا إحنا ماشي، لكن كمان إحنا نفقد ناس تانية حوالينا، ده أمر صعب جدا. ضيقات خارجية واجهتهم وألام داخلية، ألام جسدية وألام نفسية بسبب ضغط المجهود العضلي اللي عملوه، وبسبب الضغط النفسي المرتبط بالخوف من المستقبل ومن اللحظات اللي جاية. وأيضا واجهتهم شكوك عقلية، اجتازوا شكوك عقلية. الكتاب المقدس ما يحكيش لينا إذا كان التلاميذ في الوقت ده بيفكروا في إيه، ما يحكيش لينا. وفي الوقت اللي حيث يصمت الوحي يجب أن نصمت نحن في التفسير، لكنه أيضا ممكن نشعر بمشاعرهم ونحس وقتها بالأفكار بتاعتهم كمان كانت بتمر بإيه. شخصيا لو أنا في موقف زي كده، وأعتقد كتير من حضراتكم بيشاركني نفس هذا الإحساس، إنه لو أنا ماشي عشان أنفذ أمر ليسوع المسيح هو اللي قال لي، أنا ما عملتش خطية معينة زي ما الناس بتقول عشان كده وقعت في الأمر ده، ده أنا كنت عايش في وصيته وكانت النتيجة إني واجهت ضيقات وألم وصعوبة، وأنا ماشي عشان أتبع يسوع لما ألاقي إن الدنيا بقت صعبة قوي عليا وضاقت عليا وغمضت وقفلت، ممكن في الوقت ده أبدأ أفكر، ممكن في الوقت ده يبدأ التلاميذ يفكروا، يا ترى هو كان عارف إنه لما ننزل البحيرة هنواجه الريح دي؟ يا ترى هو كان مدرك الألم اللي احنا بنتعرض وبنتعرض ليه وبنقابله في الوقت وفي اللحظات دي؟ يا ترى هل هو فعلا الإله المخلص
أو اللي بيقول عن نفسه أنه هو مخلص، ولا نحتاج أن احنا نعيد تفكيرنا مرة أخرى وننتظر شخص آخر؟ يا ترى لو هو كان عارف ومدرك وفاهم، طب هو حاسس بينا ولا مش حاسس بينا؟ كتير قوي من الأفكار ممكن تكون دارت في عقول التلاميذ، مش عارفين إذا كانت دارت في عقولهم ولا لأ، لكن في احتمال كبير قوي أنهم في الوقت ده بدأوا يفكروا وتدور في حياتهم وجواهم أفكار. وفي النص بعد شوية هنلاقي ما يثبت أن هم فيهم كان جوا حاجة مش متظبطة يسوع بدأ يتلامس معيها. اجتازوا ضيقات خارجية، اجتازوا ألام داخلية، اجتازوا شكوك عقلية، لكنه من خلال هذه التجربة المريرة أدركوا إدراكات جديدة. يسوع المسيح أنزلهم إلى البحيرة، وفي خلال هذا الموقف ومن خلال نص كلمة الله نجد أن الوحي يقول لنا على بعض الإدراكات. الحقيقة الأولى أو الإدراك الأول أنه يسوع الذي معنا، يسوع الذي معنا. كتاب مقدس في عدد 48 والجزء الأول من العدد يقول كده: ورآهم معذبين في الجسر. الواقع والحقيقة بتقول، المشهد الواقعي أرض العيان بتقول إن هو مش موجود حواليهم، العيان بيقول ليهم إن هو مش شايفهم، العيان بيقول ليهم إن هو مش حاسس بيهم. ده العيان. وطبيعي إن في اللحظات دي، في لحظات معينة في حياتنا، في لحظات معينة في التجارب المر أو الصعبة اللي بنمر بيها، إن احنا نشعر إن هو مش شايفنا أو مش حاسس بينا. لكن كلمة الله بتقول لينا، كلمة الله اللي بتخالف في أوقات العيان في بعض المرات، اللي بتساعدنا ان احنا نرى ما هو ابعد من المنظور الواقعي اللي احنا بنشوفه، بتقول لينا ان هو رآهم معذبين. هو كان بيرى كل واحد فيهم، هو كان حاسس بألمهم وبالضيقات اللي بتواجههم، وهو هو نفس الإله اللي بيشعر بينا في كل مرة نواجه ضيقات، حتى لو لحظات شعرنا ان هو مش شايفنا وان هو مش حاسس بينا، حتى لو لحظات صرخنا من عمق الألم اللي جوانا وقلنا له يا رب انت فين. ايضا ادركوا انه يسوع المتأني، يسوع المتأني. الكتاب المقدس يقول لنا: ونحو الهزيع الرابع من الليل اتاهم. نفهم كلمة الهزيع لما نعرف انه اليهود كان بيقسموا وقت بالليل لاربع اجزاء، وزي ما اغلب حضراتكم عارفين كان الهزيع الاول من 6 ل 9 مساء، والتاني من 9 ل 12، والتالت من 12 ل 3، والرابع من 3 ل 6 الفجر او صباحا. يسوع المسيح ما جالهمش في بداية الليل ولا في نصه، لكن في قرب نهايته. حاجة صعبة قوي. الانتظار أمر مؤلم وصعب. في وسط مجتمع بنحاول فيه نتحرك كل حاجة بشكل سريع، أوقات بيزيد صعوبة الانتظار. وفي وسط اختبارات بنسمعها في مرات بتتكلم عن يسوع الذي يأتي في التو واللحظة، واللي هو بالفعل يقدر يأتي في التو واللحظة، لما تمر علينا تجارب والتجارب دي بتطول شوية، أوقات ممكن نقع. لكنه الكتاب المقدس يقول لنا أنه يسوع قد يتأنى في بعض المرات، قد لا يأتي في التو واللحظة، لكنه يأتي. يمكن علشان يخلي العود بتاعهم يبقى أقوى شوية، يمكن عشان خاطر يساعدهم من المرات اللي جاية لما يواجهوا تجارب تانية يكونوا قادرين، يكونوا قادرين يواجهوها بشكل أفضل، مش عارفين. لكن اللي يقول لنا الكتاب إنه يسوع لا يأتي دائما في التو واللحظة، هو موجود بالفعل، موجود في حياتنا، موجود في كل لحظة بيعزينا ويرشدنا، لكنه قد يتأنى في مرات كثيرة. الأمر الثالث اللي أدركوه، أدركوا يسوع المنقذ، إنه يسوع المنقذ. النص في عدد 49 فيه شوية مشاكل. النص في عدد 49 بيقول إيه؟ بيقول إن هو أتاهم ماشيا على البحر وأراد أن يتجاوزهم، فلما رأوه ماشيا على البحر ظنوه خيالا فصرخوا. المشكلة الأولى اللي في النص ده مرتبطة بعبارة وأراد أن يتجاوزهم. لما انت اتيت ليهم، جيت ليهم، لما انت جيت لنا، انت ليه عايز تسبقنا؟ عايز ليه تطلع قدامنا؟
ولما رجعت لأصل اللغة اليونانية لقيت أن اللغة اليونانية واضحة جدا أن هو أراد وكانت لديه الرغبة، فهو بالفعل كان عايز يكون بيتحرك قدامهم. المفسرين بدأوا يفسروا ليه هو كان عايز يطلع قدامهم، فأغلب المفسرين اتفقوا على تفسير من اثنين. التفسير الأول هو أنه أراد أنه هو يكون بيطلع قدامهم أو يتجاوزهم علشان خاطر يسبقهم ويرشدهم للطريق، زي بالضبط المنارة اللي بتنور قدامنا فتعلمنا وتفهمنا نتحرك إزاي. والتفسير الثاني هو أنه أراد أن يتجاوزهم علشان يشعرهم باحتياجهم إليه، فيبدأوا يصرخوا ويقولوا إحنا محتاجينك، زي ما حصل مع تلميذي عمواس لما يقول الكتاب لينا في لوقا 24 وعدد 28: ثم اقتربوا إلى القرية التي كان منطلقين إليها، وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد، فألزماه قائلين: أمكس معنا. مش عارفين التفسير بالضبط هو ليه أراد أن يتجاوزهم، لكنه متأكدين إن هم أدركوا إنه هو يسوع المنقذ، أدركوا إن هو يسوع اللي جاي علشان ينقذهم من التجربة المريرة اللي هم بيمروا بيها. لكنه لما جه إنه ينقذهم جه بشكل غير معتاد، جه ماشي على المية، ولأنه كانت في الثقافة بتاعتهم إن ممكن يكون في البحيرة أشباح، يقول الكتاب إن ظنوه خيالا فصرخوا. كم مرة وإحنا بنقرب من يسوع، كم مرة وأنا بقرب من يسوع في تجارب بمر بيها في حياتي بيبقى عندي توقعات أو تخيلات لطريقة معينة لإنقاذ يسوع ليا، ولما ينقذني يسوع بطريقة مختلفة عن توقعاتي أحس إنه أكيد مش ربنا اللي عمل كده. لما ينقذني يسوع من خلال جار بيكرهني، لما ينقذني يسوع من خلال واحد يمد ايده ويسندني بس الشخص ده انا معرفوش، لما يسندني يسوع من خلال جماعة تقرر انها تدعمني في وقت انا فيه متألم او تعبان، لما ينقذني يسوع من خلال طبيب شاطر امين في شغله، من خلال دواء كان فيه مخترع امين بذل مجهود علشان يوصل له، لا، لو انت عايز تنقذني انقذني بالطريقه اللي هم علموها لي او قالوها لي، لازم تيجي بشكل خارق او بشكل بطريقه معينه. هو يقدر يعمل كده، يقدر ينقذني بالشكل اللي انا عايزه او بالطريقه اللي انا عايزها، لكنه ايضا يقدر يستخدم افراد في حياتي، ويقدر كمان يستخدمنا احنا في حياه ناس اخرين عشان نكون وسيله من وسائل انقاذ يسوع. انه يسوع المنقذ، وأدركوا أيضا إنه يسوع المشجع، إنه يسوع المدعم، إنه يسوع المساند. الكتاب المقدس يقول لنا: فقال لهم: ثقوا أنا هو، لا تخاف. أنتم مضطربين، أنتم جواكم شك، جواكم صراع داخلي، في مش عارفين إذا كنت أنا هو ولا مش أنا هو، في مش عارفين إذا كنت أنا المخلص ولا مش أنا المخلص، محتارين. أنا حاسس بيكم وجاي وبقول لكم أنا هو، جاي وبقول لك أنا معك، أنا جنبك، أنا بسندك، حتى في اللحظات اللي فيها بتبكي لوحدك، حتى اللي في اللحظات اللي فيها دموعك جواك ومش قادر تطلعها لأن خايف إن يمكن ناس حواليك تنقدك، حتى في اللحظات اللي فيها بتبقى على سريرك لوحدك ومش لاقي حد يرفع سماعة التليفون ويطمن عليك، أنا هو، أنا معاك، أنا جنبك. وأنا بجيلك وبقولك كده، ويسوع بيجينا وبيقول لنا كده، مش بيلومنا لكنه بيسندنا. في المشهد ده، في الموقف ده، يسوع المسيح ملامش التلاميذ لكنه سندهم. في مرات تاني كان بيلومهم، في مرات تاني بيجي يسوع يقول لنا ايه اللي بتعملوه ده، ازاي بتتصرف بالطريقه دي، ازاي بتقول كده، لكنه في مرات تانية وفي مرات كتيره كل اللي بيعمله ان هو بيطبطب علينا ويقول أنا معاكم،
عشان إحنا كمان نطبطب على الناس اللي حوالينا قبل ما نلومهم أو قبل ما ندينهم، إنه يسوع المشجع. والحقيقة الأخيرة أو الإدراك الأخير اللي أدركوه من خلال النص ده، أو يمكن الإدراك اللي أنا أدركته من خلال هذا النص، وبالتأكيد في إدراكات كتيرة قوي نقدر لو بحثنا في النص واتمعنا فيه ودورنا فيه بروح الله القدوس نقدر نلاقي إدراكات أكتر وأكتر هم أدركوها. لكن الحقيقة الأخيرة اللي أحب أشارككم بيها إنهم أدركوا إنه المسيح القادر على كل شيء. أدركوا إنه يسوع الذي معنا، وأدركوا إنه يسوع المتأني ويسوع المنقذ. أدركوا إنه يسوع المشجع، وأدركوا إنه يسوع القادر على كل شيء. وعلى فكرة يسوع لما بيجي ينقذ بينقذ ناس وناس. يسوع وهو جاي على السفينة عشان ينقذ التلاميذ ما قالش جواه ده فيهم اللي هيسلمني وفيهم اللي هينكرني، فيهم اللي يستحق وفيهم اللي ما يستحقش، هو ما عملش كده. لكن هو جه ليهم كلهم لأنه أحبهم بالرغم من طبيعة حياتهم أو طبيعة خطاياهم. ويسوع القادر على كل شيء، وهو بيسمح بالتجارب الصعبة في حياتنا. أوقات وهو بيعمل كده بيدربنا وبيقوي العظم بتاعنا وبينشفنا عشان نقدر نكمل. لكن كمان أوقات التجارب الصعبة اللي بنمر بيها بتخلينا نشعر باللحظات الحلوة اللي موجودة في حياتنا. قريت تأمل صغير كده امبارح على الفيسبوك، حد مشارك بيه بيقول إيه؟ بيقول إن الشخص الشاطر اللي بيبيع برفانات بيبقى مدرك إنه لما بيدخل زبون، لما حضرتك بتدخلي عشان تشتري برفان بتشمي أول برفان والتاني، بعد التالت اللي بيحصل كلهم بيدخلوا في بعض، فما نقدرش ما يبقاش عندنا قدرة على التمييز. فبيحتاج في الوقت ده إنه يعمل إيه؟ إنه يفتح علبة فيها حبات من البن القهوة ويخليك تشم البن ده. الريحة القوية النفاذة بتاعة البن بتساعد الشخص إنه يرجع مرة تاني يميز الروائح الحلوة اللي موجودة. بالتأكيد جوانا بيجمع عايزين نشم. طبعا انا عارف ان في كتير من حضراتكم بيحب البن، لكن لو تخيلوا انه طلع ريحه تانية غير البن قويه ونفاذه علشان تخلينا نشم الروائح الحلوه. اوقات كتير قوي الروائح الصعبه، الروائح اللي مش عايزينها، الروائح اللي بتخلينا متضايقين وحاسين بنفور، اللي بتيجي في حياتنا في لحظات بتشعلنا بروعة وامتيازات الروائح الجميلة. لما بتيجي، لما حضرتك تعدي على مكان مش أفضل حاجة وحضرتك تشم ريحة مش كويسة، بمجرد ما بتعدي المكان بسرعة فترجع تشم هوا نظيف تقول جواك ياه أنا معرفش أنت في أي لحظة من لحظات الحياة دلوقتي. هل في اللحظة اللي فيها بتمر بوقت صعب مرير، ولا بوقت مليان بالراحة؟ لكن اللي بيتعلمه لنا كلمة ربنا إن هو يسوع القادر على كل شيء، موجود ويقدر يساعدك ويساعدني ويساعد كل واحد فينا في اللحظات الصعبة. هو مش مسيح ضعيف أو إله غير قادر، لكنه إله قادر وقوي. يقول الكتاب المقدس على لسان أيوب، وأيوب يقول لنا في إصحاح 9:8: الباسط السماوات وحده والماشي على أعالي البحر، ويقدر يحول الضعف القوة، ويقدر يسند ويشجع ويكمل معانا الطريق. أحب أختم ليكم بعبارة قالها ويليام باركلي في تعليقه على النص ده. قال كده: لعلك عرفت انه في كل مره تنحني على المجداف وتضرب بعنف في المياه السوداء وقلبك يخفق بعنف، ان هناك شخص اخر يتطلع اليك ويراك ويتالم لالامك ويضطرب لاضطرابك
ويخفق قلبه مع خفقات قلبك. حيثما تسور علينا العاصفة لنثق إن هناك العين التي ترى والقلب الذي يشارك، إنه قلب يسوع. دعونا نحن رؤوسنا في صلاة. بطلب من الفاضل الأسيس أمير سمير أن يكون بقدنا في صلاة. يا رب بشكرك لأنه في أوقات كتير في حياتنا رب تبقى ظروف وخلينا مضطربين، بيبقى الواقع يا رب حتى اللي جوانا خلينا مش عارفين نشوفك. خلي الخوف يا رب يملأ قلوبنا، الارتباك بيملأ مشاعرنا يا رب. بشكرك لأنك علمتنا النهاردة أن أنت معنا في كل الظروف دي. بشكرك لأنك فتحت عينينا أن وجودك في حياتنا هو ده اللي بيدينا التشجيع ويملانا بالسلام يا رب. وصلي لأجل كل قلب مضطرب خايف بيمر بظروف صعبة في حالة حزن وفي حالة مرار، رب بصلي لأجل كل قلب بيطلبك بكل أمانة دلوقتي أنه يشوف إيدك يا رب، عينيه تتفتح على نور وسلام المسيح. أشكرك لأجل الكلمة الحية اللي بتغيرنا وبتشجعنا وبتسندنا دايما متعدد قلوبنا في الأوقات الصعبة. أشكرك لأجل ابنك، أنت القادر أنك تباركه يا رب وتملأه وتعطيه نعمة أكثر فأكثر. أشكرك، بارك كلامك لنا وساعدنا نعيش يا رب ونحيا به. في اسم المسيح نصلي ولك كل المجد.